صح وانت يا كنتي انيقه كنتي بشوشه وعرضتي كامل الفنانين الحمد لله حاولنا نعرضوهم وعرضتيهم وكان كانوا في المستوى انا عندي ليك مفاجاه يا انسه اول مره وحصري جبت واحد الامانه اللي هي ماشي تاعي وحدي تاع الشعب الجزائري كامل يسال في هاد الامانه جبت لكم اليوم ليلى جوري تقول لكم صحة عيدكم. ليلى جوري بنت وسيلة مقرنة حاضرة معنا أول مرة في بلاتو تلفزيوني بسم الله ما شاء الله ربي يحفظها يا وسيلة. ليلى جوري رانا شفناك الآن صوت وصورة وراك قدامنا ما شاء الله طمينا على جالها ما شاء الله. هاي ليلى جوري هذه هي أجمل مفاجأة اللي درتيها في هذا رمضان وفي العيد جبتي لنا لا سيغيس هذه هي لا سيغيس ولو غاتو هذه هي المفاجأة تاع عيد الفطر المبارك ما شاء الله ما شاء الله صح وسيلة جميل أنه قلتي أنه كامل يسالوا فيها علاش كامل يسالوا فيها؟ لأنه شوفي كي بكيت في واحد الحصة وبكيت وقلت بلي ما عنديش دراري الشعب الجزائري كامل انضم معايا يبقى اليوم قررت كي ربي هذا عيدي عيد الثاني زادت العام فات في العيد الكبير والعيد صغير هذا هو عيدها الثاني معايا ما شاء الله. قلت هذه الفرحه نقسمها مع المجتمع اللي وقف معايا واللي دعالي واللي للحد الان راهي بارك لي ولحد الان مازال كديري في طمينا ولحد الان مازالني مع طمينا ما شاء الله ربي يحفظها. ليلى جوري نحي لها لاسوسات وسيله خلينا نهضروا مع ليلى جوري. ليلى جوري نقولوا فقط يا ماما راهي تضحك بسم الله ما شاء الله ليلى جوري ولا صحة عيدك ما شاء الله عليها. نقولوا فقط انه ليلى جوري ممثله لانها مثلت في مسلسل براني يلا خلاص وجبتي لي فنانه خلاص راهي دخلت عالم التمثيل ما شاء الله ربي يحفظها. وشنو يا انيسه واش راكي تحوسي هضري مع انيسه طاطا ويعطيك الصحه على زي بس تقليدي لازم يعطيك الصحه هذه كانت في العقيقه تاع قرات لي بقاله ما فهمتوش انتوما عاودي لنا بقاله لا بقاله عاوديها ايه قولي صحه عيدك ميمي وشنو واش راكم تحوسوا قلت لكم صحه عيدكم زيدي لنا وحده بقاله ايه ما شاء الله ربي يحفظها ونقولوا فقط نحيي كذلك الام ديال وسيله مقران اللي راهي في كل مره تشد ليلى جوري تكون هي في العمل وكنت تكلمت معاها في الهاتف مره وقالت لي انيسه العمر تاعي في ليلى جوري ربي يحفظهم امين يا رب وراهي معاونتك كثير معاونتني بزاف نقولها ماما صحه عيدك وربي يطول في عمرك وربي يمد لها صحتها ان شاء الله مام عجوزتي نقولها يبالي لا صحه عيدك يتنعاد عليك رمضان يتنعاد عليك العيد ورمضان بصحه ولهنا دايوغ انا سميتها عليها ليلى جوري صحيح اسمها ليلى مرحبا بك ليلى جوري اول مره في برنامج تلفزيوني راكي فرحانه ايه راهي مخلوعه فيعطيك الصحه وسيله على هذه المفاجاه قلت لك رمضان كاع جوزتيه تضحكي وتبكي فينا بصح اليوم المفاجاه في اليوم كانت مفاجاه شابه يعطيك الصحه شكرا يسلمك انيسه كاين نهدي اهداء يلا البنات عم بنات عمتها هي تقول اهداء خلفة ايفا وعمتها اللي زيدت مزيوده جديده واسمها دينا حوريه نقولها يتربى في عزك عمتها هودة وبنت عمتها خديجة إيلين وحيدة عقاد كل عام وانتي بخير يعطيك وفي لالي صلاح الدين تاني نقولوا له صحة عيدك يعطيك الصحة شكرا على هذه المفاجأة الجميلة صراحة ليلى جوري راهي قاعدة معنا في عيد الفطر وكانوا برك سنتين للوراء كنا نحلموا أن وسيلة تقولنا راني برك حامل حلم الحمد لله الحمد لله يا ربي وهي معكم اليوم في هذا العيد وراهي معنا ما شاء الله.